الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين طريقة رقصهم غريبة جدا، كل واحد مسوي الحمر ومسوي الفودر ومسوي اللي ما اندهش. نبذهم العالم كله فيؤتى بهم إلى مجتمعات المسلمين، أي عاقل يرضى بذلك؟ هذا ما سميه إلا احتلال ثقافي. زيارتهم وإعطائهم موطئ قدم في دولة إسلامية بتمهد لهم، نشر أفكارهم بتمهد لهم الاحتلال الثقافي اللي هم ناويين عليه. شدتني مقولة واحد يقول ما فعلته الفرق الكورية أشد مما فعلته الجيوش السوفيتية والشيوعية في المسلمين، يعني باختصار الله يدخلون يتوغلون إلى الجيل الصاعد، يتوغلون يخليه جيل لا يهمه دين لا يهمه عرف لا تهم عادات وتقاليد.